الدخيل والشيشان والأشرف اللي انبسط. ثلاث شباب اختالوه هون الله يرحمهم طريقة بشعة، خاصة احنا في نابلس هم أثروا فينا أكثر إشي. شو هذا اللي اختالتهم جيش الإسرائيلي من فترة، أثروا طبعا على البلد كلها يعني مش بس علينا احنا، كان يعني مليين البلد وعاملين انبساط للبلد. بالشوق في تلك العيون الناظرة أوتسألون لما يرحلون، لا يرغبون فتات دنيا غابرة. طبعا كل الشهداء بأسروا فينا مستشهدوا، بس طبعا اكثر شهر تاثروا فينا هن الشباب اللي اختالوا هون بنابلس شهر 2 الدخيل والشيشان والاشرف اللي انبسط. ثلاث شباب اختالوا هون الله يرحمهم طريقه بشعه الله يرحمهم، وكان الشباب يقعدوا هون يعني عشان هيك الشباب في كل يوم بوجنا يعني هون يكونوا. والله ان كل الشهداء يعني اثروا في الكل، يعني مش انه في واحد لحاله، يعني الشهداء يعني تقدريش تقولي هذا وهذا لا، كلهم يعني اولادنا حبايبنا. يعني بالنسبه لي على الانتفاضه الاولانيه في عده شهداء يعني كانوا من ابرز الثوار يعني بالثابت لمجموعه الفهد الاسود، عماد الناصر، عمر عرفات، تيمي، هذول يعني شهداء بمعنى الكلمه كانوا كاول شهداء بالانتفاضه الاولانيه. الله يرحمهم جميع الشهداء. كل الشهداء الحمد لله يعني اثروا في كل الناس الشهداء، وخاصه احنا في نابلس هم اثروا فينا اكثر شيء الشهداء اللي اختالتهم جيش الإسرائيلي من فترة، اللي هنا الشيشاني والدخيل، محمد الدخيل والمبسطف، هذول أكثر إشي أثروا فينا يعني، لأنه كان اغتيالهم مش طبيعي. جميع الشهداء أكيد راح نزعل عليهم كلهم، وإحنا راح نتأثر أكيد على وضع أهاليهم طبعاً، لأنه صعب الواحد بخص نص إذا كان وحيد لأهله، يعني الله يصبرهم ويرحم جميع الشهداء، وإن شاء الله تكون فرج علينا وعلى الجميع ان شاء الله. كلهم اثروا فينا، بس الا يكون واحد مميز له معزه خاصه اللي هو نايف ابو شرف رحمه الله عليه افتكر. الدخيل والشيشاني واشرف المبسلط الله يرحمهم اثروا طبعا على البلد كلها يعني مش بس علينا احنا. كان يعني مليين البلد وعاملين انبساط للبلد ويساعدوا ناس كثير رحمه الله عليهم. مالوا كما مال الفؤاد حيث الممات جميل، مالوا لأرض الطف حيث القلب راح يميل.